قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية المباركة يخبرنا الله عن السعادة، عن الاستقامة، خبراً مؤكداً بأن وخبره صدق، وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. يخبرنا ويرغبنا بأن الذين أقروا واعترفوا بأن الله ربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداوموا على ذلك مدة حياتهم فلا يخافون من كل شر أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوا وراءهم. فضل عظيم أيها الإخوة، فضل عظيم أيها الإخوة، خبر صادق أن الذين اعترفوا بأن الله هو ربنا وشهدوا له أنه هو الواحد والتزموا طاعته وداوموا على ذلك مدة حياتهم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنهم لا يخافون من كل شر أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوا وراءهم ولهم الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها.